باش هذا عبد الرزاق لازم تدعم الوداع الاخير وزيد مسبقا مرارا وتكرارا البنوك المغربيه ودي تتحرك الاقليم الحسيمه واقليم الطاغوت جوج بحوره وصفات جوج بحوره للريف لأن الأموال التي تأتي من المهجر توجد في منطقة إقليم الحسيمة وإقليم الناظور أساس تمام المناطق الأولى. مع الأسف الشديد إذ مثلا درون كانت تصنع حارسن إذ مثلا الحوارية ليريفية ماشي العبيد اللي في الخونة اللي في العياشة شي اللي لقى نغيد تلسن اللي لقوا السنجميتو كان شي مفقد عبد النبوي يا ترى يقول لنا احنا ابرياء شي مسبقا ديال المظاهره يا المسيو هنا اصل الكرمان اصلنا نفتخر نسكسن اصل الحمد لله راه العقول راه نغيش الجفن السوق هذا الوضعية نتفاجأ في القساوة عبد النبوي 20 سنة على ماذا يا عبد النبوي وتقول القامة نقشين وعن الاستقلال عن النيابة أبدا ولكن العالم رآكم بأمة عيونه وانت تشي مذوخن وانت تشي المجهولين وانت تشي الانفصاليين وانت تشي القطيع وانت تشي الجيعانين وانت تشي الانفصاليين بعد إذن أنك سيدي قلا إذن تعيارك حكومة رئيس الحكومة نتوكل بأن القضية ديال المعتقلين أنا خارج الطاقة يعني سجنوهم عدموهم ولاد الشعب خلفوهم المعتقلين أحرار شباب متواضعين خيرة الشباب على سبيل المثال ناصر الزفزافي والمجاوي أستاذنا الجنون والأستاذ المجاوي والأخ عمجيق والأخ حنودي كلهم أطر وكلهم أفكار وكلهم عباقرة أقسم لكم يا إخوان بالله يا مرز رمضان بالله حتى تفش مسين يا لطيف والعالم يشهد خانه وزقامي دورين صغارة النانا مقارسنا اللهم هذا منكر شنو نوذي بشي كي السياسة كي سنقع شي مقارس حق ما نغير المطالب منه اجتماعية أنشرين سنين أرخمر سنين أنت والأهل نغير سنين أنا أحرين سنين أرغادي الجميع أنا أحرين سنين أنا النظام منه الأغلبية الشباب نغير المهجر دفع تفن بلاد أبض دعين هوكاش أزيد الشماء أما في 1988 يراح بقارب الموت راب حريت التنخ مخزنين القنخ راب حريت التنخ مخزنين القنخ وما خالد أخبار 1988 رقاد تلميذ
القسم الثاني من الثانوي ثانوية تمزوان في المرحلة مني راح قارب الموت من أجل البحث عن لقمة العيش وماشي يوما بزاف ديال الإهمال أغلب ديال الساحقة على ماذا؟ إما غزونا يعيشن لجل الحياة تشكر بزاف ذا أطول الشعب إنا ذي مسرمن الشعب أوروبي الشعب متحضر يا ريت نعيش كيسن نزال مواقف نسن نزال قانون نسن يا ريت هذا نطبقا وانا 10-5% القانون يطبق هذا في المرجان شي محرومي فاسمنا أنا نخ على سبيل المثال الخلفي الوزير الاعلام مفيدان قارنا القضيه ديال المعتقلين وسبق ان سيد كاتبيريا الحسين سيد الطالبيده مسؤول السياره الحسيمه باش تطلع الاوضاع للريف الحراك الشعبي المبارك من عند اللي كان خلفي مفيدان عند سجون الناشين لولا كاتبيريا الصديق النص فحفظ مباشره وغصتكم وانا فتي قدو هنا ايه كسكين قد شاركوا ويقول انا وشي الناس يستخدمون مصرعية وشي شي الناس اللي يشمش معنا كران الدولة الناس الفارة والبات نعيش مارة كفاكم زي الظلم او الطفل المعقول وهم يسمحش الضميركو اشي انتصر انتصر 2018 عالم الكتروني عالم الفيسبوك عالم التكنولوجيا انتصرنا وسننتصر يوشك المغرب الأحرار يجي بحاري سواء ذريفي يغزي الغرب يغشي الشرق يغشي الجنوب شي مرض ومثل شي تحارب في الخوانة تحارب في الخوانة المغرب شي متحدين في كل شيء ولكن السؤال يعيش ايام في المواطن الله يعرف ما المغرب ما كل وطننا ريام في سبحانه عارف النخمارة عارف النخمارة والمخزن غبارة والمخزن غبارة عارف النخمارة عارف النخمارة والمخزن غبارة والمخزن غبارة عارف النخمارة عارف النخمارة والمخزن غبارة شابين يكسبوش تلي فبازيش باش بايزا خوان راه الخوان اتخاني اللي اخفنس Gleich habe ich mir was zurückgelegt, ja, nicht zu der Präsentation. Ich bin nicht mehr. مع العلم شي نتاعش من الطريقه لقنا راسي الطريقه باطله شي قرص يولد الى حرام من غير دفع في المعتقلين سواء اللي الطالب اذا ياخذ شكا خصنا نزيدو من المغرب سواء القاربات سواء المدن المغربيه باكملها سواء ذي الريف تحيات للسا القرص الفغازي يثما صويت الخانه اخا حقشكم كلنا حقشكم ديال جمهورنا شي قرار كيشوف شي نتعارض مره الجزئيات شي ناس الاتحاد ديال كل شيء واد الظلم يزرز العالم وزريت المسؤولين كبار في المغرب وقلنا اعترفا لان ادى الحسابات ادى العيسى حسابات وسددت خمس دقائق كان شي وسين والو فحاليا سكسيناهم 12 سنه هذا هو من ايها المسؤولين امين تقدم امين تقدم امين تقدم امين تقدم شي نفقد الف نفقد اخواننا هذا مزيان هذا الشباب 16 17 18 خلاص ما تحضر المغرب يطرق لا ويدري شيء الاستقبال في الديوان وشي يغني الاستقبال في المؤسسة وشي يغني المعاملة وشي تمني القانون وشي تمني وتريح شي فقد الأغلب في الجالية لنا تاكي نضع على المؤسسة يتاح الطاب يتاح اسبانيا يتاح الدول المغني وريح على المؤسسة ما غاشي وياخي تبقى سرحان عاش الشعب عاش 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 الشعب عاش عاش غربة ماشي أو باش غربة ماشي أو باش عاش الشعب عاش 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 الشعب عاش عاش ضيافة ماشي أو باش ضيافة ماشي أو باش صعب أشيكم بخير كبير يا إخوان المعتقلين هذه خرج السجون غاصر المعنويات 200% ماشي
غينية غينية قالك شي اش عارف لا مش قال لي نعرف النغمة ديال والو وصل بينا المسرحية وصل بينا الشوهة وشكر العائلات أمهات المعتقلين أمهات المعتقلين بأكملهم خاصني الصبر ومنت القضية رغم الملحان رغم الأمراض رغم الصدمات رغم كل شيء إلا خاصني القوة صامدة افتخر نسعب الأنسان افتخر نسكو شيء في القضية قال الحمد لله أنا الوقت اللي يسمع الحال وذانا ينجى مسؤولين لبارة وذانا ينجى مسؤولين لبارة الموظفة قال سردي قال الجس هيا زير يقارك الله يقارك قوى ذا تجس هيا زير يبقى زعيمة الله والقضية وذا باركان يقارك الله ذا شمران ويقارك رغم من عالكي تالي شلاله غير عايد غاي ماسكي لعودك غاي 1-2-3 1-2-3 1-2-3 لاس دي لويت فغاي لاس دي لويت فغاي العائلة المعتقلين عانى نطاط وتعانى نواجه ولكن شكرش من الأحرار راكني وتعانى ما كيفنا وزرى الخلوق لكم والسيورة كيفكم وزرى المطاون لكم رحم زاشكم الخصم خانا سواء ذا سواء في الداخل وتفتخص كيف مانا تغاسم يايك مالك يكيل المهجر جميعا واخا الخاين خصنا نخونا مزباخون شي متحدين متحدين رغم الاختلافات رغم الافكار شي ذو ماذا المرة شي والفرق شي سقايويا قلت اجنوا اجنوا شي ذو ماذا نارا البرغي غاكيك للشهدومة قضية واحدة قضية نعرف واحدة افتخر سقايف مالي المعشر كوشي ولادي جمع السريق فقاركم يا إثماء رزاكم الله خيرا ما راهو شي وار خصتي هذه هو باقي المجار ناكل حراك من فضلك من فضلك وها السقاشي الجماك هذه عباد ما راكش كلمه طيبه الى شي من هذا الجمعان القاسي ما راح تدري ديال شوي شوي انا راح شوي شوي نزلوا نحت نقول نزلوا انت زر شيء وانت في شيء شي القضيه السنيت القضيه السنيت القوانين السنيت حقوق السنيت وغاصبين الغاينين والجامعه تخلي لنا جزئيات ولا غير فقط التفاصيل الجزئيه شي غالي هي من جان اساسيه الاساس هو قضيه نعرف الاساس قضيه المغرب المغرب يا ايثما اش قد دار بذا بقوا عطاف غدا مراه مسكينه غاسك مسي حاموشن الظروف قاسيه غاسك الكوزينه والله العظيم الدروق شي تما انا غادي تهمي الانتماء الانسان ولا تهمي مثلا لون الانسان ولا تهمي الانتياب الانسان تما انا بانه ادم مثل ادم مشاك مريضنا من غاب جارك الله تعالى الله طيب المعقول لا للتفرقة ولا للتشتوت ولا للتجزوء اشكو ما يحفظ الله تعالى تحياتي هيثما شكاكم بزاف والله ما شكون الطوف احمد كيكون الطوف الله يستقبل منكم ولا عمر الله تباركم ولا الوقوف لكم ولا التحكي لكم مثلون تحياتي بزاف فردة بيريش ديش كاي فردة بيريش ديش كاي Freiheit, Würde, Gerechtigkeit! Freiheit, Würde, Gerechtigkeit! Freiheit, Würde, Gerechtigkeit! وني نير السوا الروكا وكي غاشي كونتا في اللايف ديال قارك السجل السوشي وين بالوالي في المعتقل ديال الله وادي يسي الجن مغرب هذا هو مات وز ماشي السوا في المعتقل ديال الثاني تاوى يسقام في الشارع يوزيك انه معرة هو مات حدان مارة في السجل شوية سليمان شكرا هنا شكرا لناس مغرشي ده Ich switch gleich mal um auf Deutsch. Ja, ich habe jetzt kein konkretes Redemanuskript vorbereitet, aber ich hoffe, wir kriegen jetzt die zwei Minuten, wo ich bereit bin, das zu sagen, worauf es uns ankommt. Zunächst mal herzlichen Dank an alle, die sich hier versammelt haben und die Zeit gefunden haben und auch die Zeit sich genommen haben, für die wichtige Sache zu sprechen und Präsenz zu zeigen. Viele werden sich fragen, die nicht Persisch oder Arabisch sprechen, was machen wir hier überhaupt? Nun, im Wesentlichen geht es um einen Konflikt, der sich zuspitzt und seit längerem stattfindet im Norden Marokkos, im Rif-Gebiet. Es gab dort
Aktivisten, die ihre sozialen Rechte und ihr Recht auf Meinungsfreiheit eingefordert haben und die nach knapp 9 Monaten festgesetzt worden sind und zum Teil 20 Jahre oder kürzer zur Haft verurteilt worden sind. Ich möchte sagen, dass Marokko, also das meiste, was man hier in Deutschland mit Marokko assoziiert, ist das schöne Urlaubsland, die netten Leute, das leckere Essen dort, aber das ist nicht Marokko. Marokko ist nicht das schöne Urlaubsland, sondern Marokko ist auch ein Regime, welches Basis-Menschenrechte nicht respektiert. Und deswegen stehen wir heute hier, um auszudrücken, dass wir damit nicht einverstanden sind. Wir fordern Menschenrechte, und zwar nur die Basis an Menschenrechten, zumindest mal das Recht auf Meinungsfreiheit. Und deswegen stehen wir hier und demonstrieren. Seit dem Jahr 2000, wo der König die Macht übernommen hat, hat es einige Anzeichen gegeben einer, ich würde sagen, Liberalisierung, wo Menschenrechte, zumindest der Anschein gewahrt wurde, dass Menschenrechte respektiert werden. Aber jetzt im Jahr 2018, also 18 Jahre danach, hat sich leider nichts von dem bewahrheitet und materialisiert, was sich die Menschen in Marokko erhofft haben. Aktuelle Situation zeigt es. Ich habe zufällig gestern einen Zeitungsartikel gelesen, dass die Zahlen für Juli, die Zahlen Flüchtlinge, und zwar über das marokkanische Festland nach Spanien, allein im Juni 6.000. Und was mich am meisten verwundert hat, dass von den 6.000 sind mehr als die Hälfte Marokkaner. Das heißt, mehr als 3.000 sind aus Marokko rübergeflüchtet nach Spanien und dann weiter nach Zentraleuropa. Da stellt sich natürlich die Frage, warum flüchten diese Leute? Es gibt natürlich materielle Gründe, ganz eindeutig, aber nichtsdestotrotz gibt es auch andere Gründe, die sich manifestieren im Bereich Menschenrechte. Die Leute fühlen sich unterdrückt. Und wir hier in der Diaspora, die Marokkaner, möchten uns für unsere Landsleute in Marokko einsetzen, dass grundlegende Menschenrechte geachtet werden. Dazu gehört auch das Recht auf Meinungsfreiheit. Und diese Herren, die wir hier hinten haben, die sind im Wesentlichen in den Knast gewandert, zum Teil 20 Jahre, weil sie ihr Recht auf Meinungsfreiheit geltend gemacht haben, auf soziale Missstände und Korruption hingewiesen haben. Wir stehen hier, um unser Unverständnis und unseren Ärger Ausdruck zu verleihen. Und ich danke allen, die hier anwesend sind. Ehrlich gesagt war ich etwas nicht enttäuscht, aber traurig darüber, dass heute nicht so viele erschienen sind. Das mag vielleicht an dem Wetter liegen, das mag auch daran liegen, dass viele auch private Termine und Verpflichtungen haben. Nichtsdestotrotz sollten wir uns davon nicht demoralisieren lassen. Ich glaube, es wird ein langer Kampf werden und es ist der Beginn erst unseres Kampfes. Und es werden immer mehr sich dieser Sache annehmen, nämlich der Durchsetzung zentraler Menschenrechte in Marokko. Und wegen nichts anderem sind wir hier und das ist ein hohes Gut. Und zwar für alle. Nicht nur hier, die in der marokkanischen Diaspora, die in Europa unterwegs sind, sondern selbstverständlich auch für ganz Marokko und für alle Marokkaner, die in Marokko sind. Wir fordern die Einhaltung Basismenschenrechte, grundlegender Menschenrechte und wir befordern die umgehende Befreiung der zu Unrecht festgesetzten, zu Unrecht im Knast festgesetzten Aktivisten im RIF und ganz Marokko. Das war im Wesentlichen so meine Botschaft an diejenigen, die hier Deutsch sprechen und wahrscheinlich nicht wissen, worum es in dieser Demo geht. Ich danke Ihnen, wir werden weiterhin weitere Demos unternehmen. Für diejenigen, die es interessiert, nach dieser Demo treffen wir uns in der Ellerstraße 89, soweit 84, Entschuldigung. Und werden dann noch einen Diskussionsabend veranstalten. Und egal welcher Nationalität oder Sprache, wir freuen uns selbstverständlich, wenn jemand dem beiwohnt und uns unterstützt. Ich danke Ihnen. Wir sind hier, wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Weil ihr unserer Freiheit raubt. Weil ihr unserer Freiheit raubt. Wir sind hier, wir sind laut.
Wir sind hier, wir sind laut. Weil ihr unserer Freiheit raubt. Weil ihr unserer Freiheit raubt. Wir sind hier, wir sind laut. Weil Marokko unsere Freiheit raubt. Weil Marokko unsere Freiheit raubt. Wir sind hier, wir sind laut. Weil Marokko unsere Freiheit raubt. Weil Marokko unsere Freiheit raubt. Dankeschön, Bruder, lieber Bruder. Herzlich. Assalamualaikum, Alf, Alf, شكرا ليك من جوسي. واخا ما روح بزاف كان هاي دكاريش المثال كسفتيش ونعمل مثال إنك إيش نزيز ويد سزقيطان نيزان Wir haben einen Freund von uns, ein حراكي معروف بني تجربة ناطق رسمي للجنة فرانكفورت دومة المكية مغناز أخي وش ننتج الكلمة وأخي قيمة قيمة خوزين ساعات باسم اللجنة فرانكفورت كي خيش عشان أنت ديسش الموقف الثاني تا دومة المكية مرحبا بي دومة سعيد أزولة رضوان ميزة غاب يا خروفة أولا مش أول إنه يتعجب شاف إيش بيكان ماش في دي فيلا هو يتعجب شاف من الصوت ولكن مع ذلك تحاول خبع الباخ ما من يتخانى جنب أحاسيس المشاعر تجاه القضية نعرف دعو جلالي إثمام أولا تحية في العائلة الأب العائلة إلى قمانية في السن كورشي العائلة في المغرب كورشي قد نسبتخيات جيسال القضية نعرف القضية المخين الدفاع المخين الجنرال إذن التحية عالية جدا تبقى أباغ وعبره إلى بلال أباغ المخين في السن كورشي هم سعشون المحبس النهارة أخذ عقشة هم مخينا قمانية بالمناسبة الكاميرا التحية الطاب قالت بزاف جاتسن سازيد جاسبرا يتمثلنا وفي نفس الوقت وشفتوا شاهد ما تفجت تحت حصار قمعي بوليسي رهيب في منطقة الرفكة كل وبخصوص ما تفاد الساخر اللي هذا قمانية منطقة الحسيمة مزورا والنواحي يتم مخزيني تعانى الويلات زي المقابل قمعية يدير مخزن الحق نسل قدم التحيات تم قراري بزاف نشي نتحاول قدر الإمكان أسن تقدمي وبدنا هنا إذا ما مخينا يجيان جزء لا يتجزء الزين خلشين مشين عارف ثاني جزء لا يتجزء زي العائلة هذه ما قمانيت زي المنطقة هنا قمانيت قارت صوت العالم سقمانيت قاسم قزل عارف نخ بشكل عام مرابيا دي جوء مواحدة نهارة دي جسد دي جن دي فساد وكبرى وكل أشكال الإقصاء وكل أشكال الممارسات لا وطنية لا شعبية دي حق الشعب النخ ذي المواطن الجريح أي مسؤول منه إذن ما نخذ الجيش من غير في الحقيقة كل شيء شير الغاز كلمة مريقة أبقاد هي كلمة معبرة زي الحقيقة زي الحديث زي القلب على القلب نتمنى يا أحمد الباقي ما تتجاهل قمانة الشتات أفهم من المعاني الدلالات القوية نور من الأخبار لأنها كلمة كانت بالأحباب كلمة أثر عليك بزاف ونتمنى تأثر عليك وفي عيد الأدلة عزيز الفني خاصة الصوت الأولى مش ديما أزور أستغل الفرصة قمانة ما تفعل نادي من جديد التنسيق هذا كمان على مستوى الدياسبورا بين اللجان بين النشطاء بين الفعاليات الحركيه هذا كمان تيتجان في الشتات يا يما نهارا حاجه يوميا سكوشي هنا برا التنسيق برا العمل المنظم برا العمل المؤسسات يا يما الاصعب خانخ
المارس بالضبط الليل انا زون المارس في المخزن لقيت النظام السياسي قمني تبدا انسى هيك ما فينا اذا الشيء كلشي قمني بخصوص هيك ما في المخزن نور خزان تغا نختار الامل الوحيد بين في الشيء الثاني مغالمون تضامنيا اخلاقيا وانسانيا الشيء نهار الملزمين متى ان وحد كلمه نخ متى ان وحد لاكسون نخ متى ان وحد الفعل او الشكل النضال اللي خلق ما يتعلم مستوى الدياسبورا ومنايا متى ان مرخ النقطه وسنين ذي كلمه يلو متى ان فكا خايف مدنا المواعيد الحراكيه او دائما الحراك على المستوى الدياسبورا السوق رقم ان يدخل محطه 21 زي شبهه هي زوجة الارسنال محطه قمانيت هي الجناز المسيريه لتاريخ او لمسار دعم الحراك الشعبي.